ما مالكش حجة. هو الحلو وصل اهو. يلا عشان تفطري. لا ده ايه؟ ده عيش؟ لا انا عامله دايت مش هينفع. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا مش قادره، انا عايزه اروح. لا ايه؟ في ايه؟ والله مش قادره. استني بس. اصل انا هطلع اقول نفس الكلام الهبل ده تاني، طب وعلى ايه؟ بقول لك ايه؟ انا شايفاكي بقالك كام يوم كده مش متظبطه. انا حاسه بيكي والله. طب كويس انك بتشوفي. يا شيخه بقى بطلي الانعاره الكدابه اللي انت فيها دي. انا ما بهزرش. انت عارفه ان احنا صحاب بقالنا سنين، وعارفه برضو انا بحبك قد ايه. واتمنى لك الخير. عشان كده بقى انا فكرت في الحاجه اللي هتخليكي تعملي الشغل اللي انت نفسك فيه. اللي هو ايه بقى؟ الحل الوحيد عشان باباكي يوافق ان انت تنزلي تحققي مع مجرمين يعني وكده، ان انت تحققي بقى في جريمه وتطلعي منها شخصيه من غير ما يجرى لك اي حاجه. طب انت غبيه، هو اصلا مش موافق بده. ايه الغباء في كده يعني؟ هو خايف عليكي يا بنتي، خايف لو تروحي تحققي مع مجرم ياكل دراعك مثلا. طب والحل بقى يا ذكيه؟ هنصور فيديو من ورا ابوكي مع مجرم وبعدين هنذيعه، وهو بقى لما هيشوف الفيديو وهيشوف ان انت ما جرالكيش حاجه ساعتها بقى هيطمن يعني وهيعدي الدنيا. يا بنت الايه؟ كان فين الحل ده من زمان؟ سايبيني اشد في شعري. يا بنتي اصبري بس، خلينا نعرف دلوقتي هنحقق في ايه ومع مين. كان في مشكله كده، واد قتل صاحبه بالغلط لما كان بيوري له مسدس بالغلط. أيوة. ايه الهبل ده؟ بنقول جريمه واعلي اعلي بسقف طموحاتك دي. طب انا مش عارفه، انا قولي لي انت. ايه الهبل ده؟ قولي لي انت. بصي كان في جريمه كده انا سامع عنها امبارح، وشكلها كده هتركب الترند وتبقى رقم واحد، فاحنا بقى نلحق نروح نصورها قبل اي حد وناخد احنا اللقطه. جد؟ والله. جريمه ايه؟ جريمه كده هبقولك في الطريق. رايحه فين طيب؟ استني هروح اجيب مصور ومايك واجي لك حالا. جريمه؟ يا رب يا رب جريمه كامله. سرقة، قتل، خطف، تحرش، يا رب. بص بص اهو كان خارج لما جه سربني قفشه على طول. بص بص اهو اهو. ايوه راجل وجدع والله العظيم. اه مساء الخير. اهلا مساء النور. حضرتك صاحب المحل؟ انا صاحب المحل. نعم. انا رندا جيار، صحفيه في موقع اخبار بالعربي. كنت جاي يعني بخصوص السرقه وكده. طب وانا اعمل ايه يعني؟ ايه اللي اعمل ايه؟ انت مشدوده كده ليه؟ بص حضرتك، احنا موقع متخصص في عالم السرقه والجريمه وكده، وكون ان حضرتك تسجل معانا ده هيخلي القضيه بتاعتك تكبر وتسمع، وكمان توصل للمسؤولين عشان يقدروا يجيبوا لك حقك. والله يا ادم هتساعدوني، مفيش مشكله تحت امرك. ايه ده، هو الذهب كله اتسرق؟ اه كل الذهب اتسرق. حضرتك لو سجلت معانا هنقدر نجيب لك حقك. متشكر متشكر. والله هستأذن انا بقى حاج عليه عشان المحل بس. اتفضل يا سيد اتفضل. طب اسجل ولا امشي؟ اتفضلي يا بنتي تحت امرك. طب شكرا. طيب وشي تمام؟ كله زي الفل. ماشي. مساء الخير على كل متابعينا على موقع اخبار بالعرب. انا رندا جيار، وفيديو جديد من فيديوهات الجريمه لا تفيد. في شارع من شوارع القاهرة المليانة بولاد الجدعان ظهر مجرم لا يمثل أهل القاهرة بشيء. المجرم ده سرق المحل وضرب ابن صاحب المحل. كل ده هتعرفوه معايا أنا وبس حصري رندا جيار. نتعرف بالأستاذ؟ أيوه السيد، صاحب محل الدهب المسروق. طيب ممكن تحكي للمشاهدين إيه اللي حصل بالظبط؟ والله إحنا كان عندنا فرد أمن، حارس أمن يعني بيشتغل معانا بيساعدنا في المحل. اكتشفنا إن هو امبارح بالليل عمل مفتاح مصطنع ودخل بيه المحل وسرق الذهب والألماس كله. إيه ده، يعني السكيورتي اللي بيحميكوا هو اللي سرقكوا؟ هو ده اللي حصل يا بنتي والله. ده حاميها وحراميها بقى يا فندم. ما أنا عارف مفيش حد ممكن يصدق الكلام ده، بس الكاميرات اللي في المحل لقطت كل حاجة. طب والبوليس خد الهاردات دي؟ البوليس خد الهاردات، بس أنا قدرت إن أنا أسجل فيديو بالتليفون بتاعي. في كل حاجة. بجد معاك الفيديو؟ آه. طيب ده يا جماعة الفيديو هيتعرض لأول مرة للجمهور مع رندا الجيار. ثانية واحدة، فاضل حضرتك وري بقى. اتفضلي. بصي كده الدنيا مليله لان كان المشهد بالليل والمحل مقفول. طبعا وشه مش باين عشان هو متلسم. بس ساعه ما خش ابن جاسر هبط عليه مره واحده، اهو مسكه بيضربه. بيكشف وشه، بيكتشف ان هو كارم. اما قفشه ضربه المجرم، ضربه. دلوقتي ابني في المستشفى. ليه؟ ماله؟ الف سلامه عليه. ما كانش متخيل ان كارم هو اللي هيعمل العمله دي. ضربه ودخله المستشفى كمان. وبكده أعزائي المشاهدين نكون شفنا المجرم اللي ضرب ابن صاحب المحل وسرق المحل كله، والمجرم ده يبقى كارم.